يجب على المسلم الرجل أن يصلي الصلوات المفروضة الخمس مع الجماعة في المساجد. المسلم برون أروي يبير تاسكم برون برون يروتي يندو أنا هذا من هم جالس يبي برون كبدا داعي مويس يبي برون مسجد داعي مويس يبي برون كسي برون دو جوسمي خاصة صلاة الفجر وصلاة العصر. 그중에서도 새벽 예배하고 오후 예배, 파지르와 아스르 예배는 더욱 그렇습니다. فإذا حافظ على هذه الصلوات المفروضة الخمس، نعم. 만약에 우리가 이렇게 하루 다섯 번 예배를 같이 모여서 자마 예배를 본다면은 حصل له خير كبير جدا. 엄청난 큰 보상이 받을 것입니다.